انا لو انا موجود هرجع صفر، لو موجود هرجع صفر. انا برضك موضوع سيف انا مش بحب اتكلم فيه، ان هو موضوع اسري اكتر منه، اكتر منه. بس هو مشي، ساب النادي ومشي. هو ما سابش النادي، لا هو ما سابش النادي، هو عقده خلص مع النادي وكان عايز يجدد عقده. بس هو ابن نادي الزمالك، هو والده نجم نادي الزمالك ونجم مصر، بس ما جددوش يعني. قالوا عشان تجديد العقد استنوا لغايه اخر السنه، كان المفروض هم يجددوا له العقد بتاعه عشان يبقى موجود مع اللعيبه. ولكن هو سيف حس ان هو مش هيبقى ليه ادوار في الفرقه، رغم ان هو لعيب كويس. لكن لو انا موجود طبعا، من اكتر الحاجات اللي هبقى متحمس ليها هو الضغط على سيف يرجع نادي الزمالك. ضغط يرجع نادي الزمالك طبعا. طبعا ضغط ده النادي اتربينا فيه وعارفين النادي وقيمة النادي.